معنا والصراحه كيف فين خدمنا باش نديروا هذا الانساني والاجتماعي اخواتنا واخواتي اللي موجودين هنايا خصنا كنكتبوا كل مره حنا نمشيو ربما الاعاقه الجسديه تيقدر يكون شنو عنده ولكن الاعاقه الدينيه مرفوع عليه البيان وشفت انا كنتي سمعت المؤتمر بلدنا انا والصراحه كنت حسيت على شي حاجه شفت على النبي اللي كيقوموا بها في الوقت الاجتماع مع الاخوان ديالي بكل صراحه بالخدمه والدين العمل الانساني غادي يوازي هذا العمل التكريم ديال الاخوات اللي كنشكروا وباش نهضر معها تلقى من هذه الفرقه تمنى الحركه انا بدوري كنشكر الزعامي والجمعيه على الاشاره وحاليا معايا بعض الاخوات اللي بغاو يديروا اقتراح قلت لهم الله يجزيكم بخير السي حمد العجباني راه هو الرئيس تتصلوا به وجلسوا مباشره ويكفينا فقط نكونوا على الاقل صله تواصل ما بين الفعاليات الاقتصاديه والفعاليات المجتمع المدني اللي كاين مجموعه ديال الاخوات والكنسيات كيتواجدوا خارج مدينه تكناس وكيشتغلوا ما بين الاهداف ديالنا كنا نصاحبوا مع مدينتهم او المدينه الصرع معاهم بغينا ولا كرهنا لكن بديتنا وهادشي اللي تعتبر ولكن بقاو نقولوا هذاك خايب هذاك ما دارش صح اللي ما كان ديروش نديروا يد في هذا العمل واعمال اخرى ان شاء الله ونتمنى من الله نقولوا بدوري نشكر واحد الاخر ولا هو اللي ما بغيتش نقولها كنت به علاقه انا وسي حامد العكباني ومولاي سعيد مجيا اللي تكلمت علينا ودانا هذه المحاضره المتواضعه كنت غادي نقولها نعتقد انا تنغير الناس اللي كيديروا خير يبانوا ما يقولوش هما اللي كيدنا نقولوها اسماعيل بوزيلا هو هو بلبل مدينة المغرب في الانشاد شكرا لك ولكن بغيت نشكر الاخوان بصراحه نعم نتمنى الله ولكن انا كاخوات كيتصلوا بيا انا لا شك امام مجموعه ديال الاخوان ديال الكتب اللي عندهم مكانتهم واحسن حاجه اللي كنت نفتخر بها هي الناس اللي كيحسوا معايا الكتب اللي عندهم جنون اقتصادي وعندهم جنون اجتماعي وعندهم جنون مهني هذه اللي كنفتخر بها بكل صراحه ان هاد الناس ثقوا فيا تيشتغلوا معايا وشكرا اخوات جيتوا لعندنا مرحبا بكم غادي نديروا دويره في المركز نعيمة سيروا انتوما غير نزلت على خاطركم اخواتكم كيفاش في سيارة الطوموبيل الطوموبيل تاعهم اللي هو سيارة كاين في الدار كاين في الجيم مجموعين مثلا هذا السيارة ديالها هذا الجناح ديال الرجال
الرياضه انت تجي كل يوم اليوم ما عندهمش اليوم راه 10 الرياضه ان شاء الله. تفضلوا تفضلوا. شوقي مالك تغديتي؟ تغديتي ضربنا صح السلام عليكم. لاباس عليكم؟ جينا نشوفوكم. اسمحوا لي على هذا الخلان جبنا عليكم. هذا اليومي، هذا اليومي ديال ثم تشوفوا عاد دخلتوا تلقاو المشاء موسمين كاين هذا الموسمين بعض الاحيان تلقى شي موسم ولا شي حاجه باقي فيه شويه تيعاود واحد من فقط هنايا هذا اليوم ديال هاد الناس باش يبدلو والتبدال راه يعني باستمرار بحيث انه الأغلبية ديال هاد الناس كاين داك الإشكال ديال تيسبحو عامرين، إذا إلا دخلتو راكم تتشوفو بأن المشعر راه يوميا تتكون الشتا تيخلق لنا مشكل، وهذا ديال التبدال يعني كاين الكافي، كاين الكافي وراكم شفتوهم، وكاين حتى الجديد، كاين حتى الجديد كاع اللي سميتو تيدار لهم في المناسبات وفي هادي وكذا. وهذا الشيء بطبيعة الحال كيف ما قلت قبيلة وأكررها الفضل سيرجع في المجتمع المدني الفاعل ماشي المجتمع المدني اللي حابط وتيحل في الفاعل إذا
يعني اللهم لك الحمد كاين علاقات ديال اعضاء المكتب، كاين سمعه، كاين كذا، ما كاينش اللي صدق عليه الباب تيقول لك ما شاء الله. هذا الشهاده، هذا الشهاده هو اللي خلى هذا المركز يمشي. وهذا الصغير على اليسر، على اليسر، على اليسر. تفضلي 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 تفضلي، هضري بالفرنساوي. ما عندكش باش نشف لك يقول البرد، يقول البرد زعما ملي كيكون الشتاء ما عندكش باش تنشف. واش خص دي ماشين باش يتنشفوا ولا ماشين سيشلان؟ وي نعم سيشلان. تنتعاونوا تنقضيو تنبريكولي تنبريكولي. هذه هي مثلا اخواتها كانت الشتاء كنصبنوا ونحطوا شنو الشتاء البارح راه خيالين والله خيالين غير مع الرجل كنا ماشي تصبي انتوما كنتوا البارح راه كنا حنا والبارح اللي خرجنا كاينه بالصابون دابا حاليا عندنا جوج خسرات لينا وحده وراه عندنا وحده اللي كيضطروا نصبوا شي حاجه دابا ريسه ما نصبوش المرا كيعاونوا غير بيديهم في التصبيب الله تعالى وتبارك يا رب العالمين.